اللهم صل على النبي، العباد فرحه وشيخه وامورهم واضحه وعجبهم الصوم. مش كيما يحكيوا عليها معناها من المنتج المستهلك ديريكت باش تربح، لا مش صغير. تربح على تربح اللوج الزربه عليها عشان نخبط. مش فرق كبير، فرق ضئيل جدا. وفي الخضر اكا، واما بالنسبه للدجاج واللحم والحوت نفس الاسماء الموجوده. هو هذا ان شاء الله خيار قاعدين نشتغلوا عليه، حاولوا معنا يشكون النقاط هذه موجوده، لكن مش نحاولوا زاد نغيرونها من المتقاربه نتاعها، هي مش تولي نقاط باع باسعار تفاضليه، مش من المنتج المستهلك، لان المنتج ماهوش معنا باش يكون معناها ممكن ديسبونيبل على مدار السنه وهو لاهي بالانتاج نتاعو، لكن مش تكون نقاط باسعار تفاضليه تختزل مسالك التوزيع الموجوده حاليا. في العادة نقوص نعملها تخاوي وترخيص معرفش منين تربع على تربع اللوج الزربة عليها عشان نخبو هاكا اللي بالمعرفة يدخلوا الناس هاكا اللي صحاح يوم يدخلوهم هاكا من كبيرة يا بعيد الحقيقة الحقيقة ما فهمش في كما الغرة كما يضر بأسواق أخرى خارج تونس كما نقولوا من مروج ولا معروف كيف مسلسل تبقى مركز من هناك. بالنسبة للأسعار ونقطة البيع هذه اللي عملوها مش فرق كبير، انا كمواطنه نقضي كل يوم ندخل مركز سنترال وندخل برشا اسواق في تونس، مش فرق كبير، فرق ضئيل جدا. وفي الخضر اكا، واما بالنسبه للدجاج واللحم والحوت نفس الاسماء الموجوده في نقاط البيع العموميه القاره كما موجوده هنا. احنا كي تسمع بسوق من المنتج المستهلك التونسي يتصور روحه بشي بروفيتي باش يربح باش في عوض باش يقضي ب 20 دينار يقضي حاجتي باش يقضي ثلاثه حاجات دونك، ولكن الحقيقه عكس ذلك. مش كيما نتصور، مش كيما يحكيوا عليها معناها من المنتج المستهلك ديريكت باش تربح، لا مش صغير. انا فلاح من قلعه طردس، جبت الجناريه توا المارشيه هنا المنتج المستهلك 1350 الربع، اللهم صل على النبي، العباد فرحه وشيخه وامورهم واضحه وعجبهم الصوم.